يا الله سلام عليكم حجينا الغالي، شلونك؟ شلون صحتك؟ شلون عافيتك؟ حجي بعد روحي، هاي الطيارة الأولى دخلت عندي من زاخو بالتسعة وثمان دقائق، بعد تعرف أنت ما يحتاج الشرح، الأجواء فول صعب، أمطار وأتربة. شقد المسافة؟ وهو المسافة حجينا الغالي 990 كيلو البيتي داير النقطة. ان شاء الله ان شاء الله حسب التوقعات. هو بالنسبه للنادي انا ماخذ الاول على نادي ابو الخصيب، وان شاء الله بالمجمع عندي نمره متقدمه ان شاء الله اذا الله جعلنا رزق. حبينا الغالي هسه شقد وصل الحمام؟ هسه جانا حمام، وصل لنا حمام نحمد الله ونشكره، وصل حمام. بس حجي الحمام معذور لان قاعد يوصل عيونه مورمه من الاتربه. الحمد لله والشكر عندي حمام بفضل الله، وصل عندي حمام. اي رابع حمام. اي رابع وصلت. حمام والله كريم بعد حجينا الغالي. رابع حمام يعني. وهاي النمس ننتظر الحمام لليوم. يعني ظروف صعبة جدا جدا جدا. أصعب سباق شفته بحياتي. والله إن شاء الله. بالتوفيق. التوفيق للكيل والجميع الموفقين حجينا الغالي. ومشكور منك وجزاك الله خير على السؤال، وهذا من طيبك حجي سير، انت رجل طيب وخلوق وممنون منك حجي.